رسول الله، الرسول يسمع. ذاتها، وكان أولاد سيدنا علي وأقرب أقربائه يسمعون هذا اللعن بأذانهم. ولذلك الإمام الحسن كان لا يذهب إلى الجمعة، يذهب فقط لكي يركع معهم ركعتين، ما يسمعش الخطب، ومش هيك بس، ومش بس الحسن أبو محمد، معظم الناس بطلوا يروحوا على الصلاة، يكرهوا. إيش عملوا بنو أمية؟ إيش عملوا؟ عكسوا، صاروا يقدموا إيش؟ يقدموا الخطبة على الصلاة في العيدين، مش في العيد العكس طبعاً، عكس الجمعة، لا لا، في الأول نخطب عشان بنغصب عنك إيه؟ تضلك قاعد. لو نصلي كالرسول الناس حتروح بس تسمع. مروان عملها، أبو سعيد الخدري قال له إيش هذا؟ لقد غيرت الأمر، لم يكن هكذا. قال له يا أبا سعيد، مروان الخبيث قال له يا أبا سعيد لقد ذهب ما هنالك، سنة نبيك هذا محمد راحت. حديث صحيح هذا، هنجيب لكم إياه، لقد ذهب ما هنالك. معاوية في الحج بحج في الناس، صلى في منى على السنة المحمدية وأصاب، صلى بالجمع وعفوا بالإتمام ولا بالقصر؟ بالقصر، النبي كان يقصر في منى، قصر. قام مروان بالحكم الخبيث هذا المخبث، قال له بئس، بئس ما إيه؟ يعني ما قبلت به ابن عمك عن عثمان. قال له أنت هيك أسأت لعثمان؟ قال له ليش؟ وهل هناك غير ما صنعت؟ قال له يعني الدنيا من أيام الرسول أو بكر وعمر كذا هيك الصلاة في الحج. قال له ابن عمك عثمان من المسائل اللي أخذت عليه رضوا الله عليه أنه كان يتم الصلاة إيه في منى، والناس أنكروا على عثمان. هذه مسألة من 15 مسألة اشتهر الإنكار على عثمان فيها، أنه ليش يتم الصلاة إيه في منى؟ النبي كان يقصر. فقال له عثمان كان إيه يتم، وأنت قصرت الآن، فأنت هيك إيه أسأت إليه. سكت معاوية. لما قام العصر يصلي أتم، عين عينك، يلا سيد محمد تذهب إلى الجحيم، إيش نعمل في محمد وأبو بكر وعمر؟ لا خلص نعمل زي عثمان، نحن أمويون، هذا الدين إلا والملك ملك، نلعب فيه كما نريد. شيء مخيف أخرجه أحمد هذا، حنذكر طبعا كل شيء بالتفصيل وبالأسانيد في وقته إن شاء الله عشان تعرف.